سب على خاطر رجعت انا وسمسوم باش نحكي لكم على الفريات اللي تخص اللي باش يعرسوا على قريب. سامي خاطر ما عرفش وماهوش باش يعرس على قريب، نحب يقولك هكا برا نحب نعرس باش نعرس على قريب. قبيله يتحدى فيا قال لي تحب نعرس قبلك؟ اي اش قالت سماره ولا لا؟ انا حسها كانوا مش كملها بسماره بالعقل. نحبها يا خويا نحبها، اش نعمل؟ سمسوم كيما العاد تمشي لدوغاز تجيب لنا لفريات الحلو وتجينا. اي والله ديما نعمل طلع على مبل دوغاز خاطر هي تقول لي ما تخش من توا سامي خاطر كل مره انا حاجه جديده. ايفيكتيفمون ديما عندها جديد. وانت مازلت مش عارفتها صح؟ لا وخاطر مازلت ما دهنتش الدار. تقول لي كي تدهن دار وتركز دارك تفهم كولور دارك اجى خذ المبل وتعمل بارتير تفهم سيبو عدني في اللمسات الاخيره باش نكمل. اليوم عملت طله كالعاده ديجا نلقى برشا حاجه صورتهم وجبتهم معايا في الراديو كما قاعدين نشوفوا توا. هذه الخزانه ياسر محلاها ياسر حلوه بيتك الديزاين خاطر لعبتها اللي يسمعوا فينا مش قاعدين نشوفوا نجم ندخل الباش تاعنا. لازمكم تلتحقوا بينا في المشاهده باش تفهموا على شنو نحكيو بالضبط. ياسر حلو الخزانه وزاد فيها موبل تاع التيفي كيفها بالضبط نفس الديزاين. الصالون اي زاد الصالون هذا هي مباعه هذه ما قلت خلينا نصورها خاطر نجم يطلعوا لك منها زاد. اي حتى كان عجبتك اللي تتفرج فينا تويكا حتى كان عجبتك اي صاله ولا اي حاجه ينجموا يخدموا هنا. وعاملين فيهم 25% بروفيتي من الحكايه هذه وتنجم تخلص على ثلاث مرات معناها سيغ وشيء. نجم نخلص على ثلاثة ديما نتفاجئ أنا اللي نجم نخلص على ثلاثة نحب نخلص على برشا مرات. فاسيليتي دو بايمون ترتح المواطن توا. عندنا بليزيور أختيكل ديجا صورتهم كيما هذا بتنوم بالدريسينج نتاعها يسر حلوة الدريسينج كوافوز كل دونك أنا قلت لك مابل دو غاز متوفر فيها كل شيء واللي يحب يعرف مابل دو غاز عندهم دو شوروم بجنب بعضهم بحذا كابا فام. عندكم أمارة أخرى أبار كابا فام هنا علينا مدين علينا مدين صحيح رومبوال عجل خاطر الناس الكل تعرف رومبوال عجل بحذا الفوق هكا العجل حاسينو شيخ اشهر عملوا طلة بالحق عملوا طلة على مبل دوغاز شوفوا لي زرتيك اللي عندهم قداش ياسر حلوين عندهم المبل كيما قاعدين نشوفوا هذا ياسر حلوة هذه حلوة برشا عندهم لي بايوز ياسر مزيانين المبل دونتخي حلوين كيما قاعدين نشوفوا زاد عندكم تحط صبابتكم وكل هذه البايو ياسر تفطق ياسر هذه حلوة شوف الديزاين اللي فيها بالحق العباد تسمع فينا نجم يتفرجوا في باش كابا فيم يشوفوا البارتي تاع مبل دوغاز يعملوا طلة والا يمشوا سور بلاس راهو مش بعيد والا حتى لو كان شادين تليفوناتكم والا حاجة وتحبوا تشوفونا على شنو نحكيو بالضبط وباخل باش تحل الفيديو ما يسالش حل الباش ديريكت نتاع دوغاز شوف الديزاين قداش حلو شوف عندهم الشوا ياسر بليزيوغ اختيك تحس كي تاخذ منهم قطعة ما تلقى هيش في دار اخرى هذيك الحاجه الباهيه في مبل دوغاز ياسر يخدموا على الارتيكل بو كعبه نقول انا معناها تاخذ حاجه تحلى في عينيك سي بون خاطر بالحق ما تحبش تقول كيما اللبسه ما تحبش تكون لابس كيفك ما تحبش تكون شاري المبل كيفك علول ما نعرفش في الاخراج ثم بيت فطور كان تحط هنا مازال ما خلطش عليه حد وبيت النوم بيت فطور ان شاء الله يعني ربي يقدرك وتخلط على بيت الفطور نشوف نقاش يعني بيت فطور ياسر حلوه جابوها جديده ديجا انا شخت عليها مش نورمال ما نعرفش هنا مادام كنت تلوج بالحق نعاود ننصحكم نقدم لكم دوغاز اللي تنجموا تلقاوه عنده كل ما يخص الدار من الاثاث نعرف اللي بالاخص 2024 عام فيه برشا شوا فيه برشا افريات حلوه امشيو ما تفلتوش على رواحكم الفرصه هذه باش تلقاو على الانستغرام الانستغرام مبل دوغاز شوفوا فيهم لي زارتيك وشوف بيت اللي حكيت على هنا بيت الفطور الجديد اللي جابوها ياسر ندخل الانستغرام نتاعك معناها يا انستغرام يا مبل دوغاز خاطر مربوطين ببعضهم كي نهبط حاجه تهبط عندهم جابوا بيت فطور تسع ستة كراسي عاملين فازة اللي تاخذ يا ستة كراسي كيف بعضهم والا اربع كراسي من نوع وزوج كراسي ياسر مزيان اخرين متخمين تلقاهم ديجا في ستوريات سامي دريدي وتلقاهم على باج انستغرام مبل دوغاز كما قلت لكم الشوار موجود برشا اللي يحب ياخذ يحب يزهز من توا يمشي يقمر يمشي يكلمهم يحب حاجه زاد يطلعوا له تطليع يطلعوا له الشوار موجود والكاليتي الاهم اللي هي ديورابل حاجه روبوست برشا ما لكش تاخذ بيت نوم ولا بيت صاله تشد لك سنين وسنين وتبدا مرتاح دونك هذه اهم حاجه اهم حاجه كي تلقى حاجه متينه خلينا نقولوا ومزيانه زاده خاطر كي تلقى ساعات حاجه متينه تلقاها مش مزيانه صحيح وتحيه بلال وأمة اللي تخدم غاديكا ما شاء الله عليها بالحق من احسن العباد اللي تنجم تنصحك تاخذ حاجه مش عاديه تبيع بركه والله هذا بحذاه يجيك معاملتها الانسانيه ياسر باهيه الحقيقه 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 معاملتها الانسانيه ياسر محلاها هكا ولا لا؟ اي انا نحب نسال سامي شنو قمرت اليوم؟ والله قمرت حاجه قمرت بيت فطور بيت صاله
اسمه اللي نقعد عليك كل جمعه اليوم الحال تتبيع. والله جيت اليوم ما لقيتهاش قسما بالله. الحمد لله يا ربي فضلكم مستمعين. شيت اسبوع ما في بالك فاتتك الكواليس. اما اليوم قمرت حاجه مش باش نقول لك عليها صديقي. مثل الفطور مثل الفطور ما نقدرش. يا رب اللي في بالي قمرها سيدي. والله مثل الفطور مثل الفطور بتاع ستة كراسي. ملا بتفطور. بربي امشي وشري ولا ما تخليولو حتى شيء. ملا ديزاين. اللي فيها فازة تاع ديزاين كيفاش حاجه كي ما عرفتش كيفاش تسمى هكا. الطاوله كي تقول هذيك تمسها باش تطيح وهي ما تطيحش ما فهمتش كيفاش عاملينها الفاسون اللي عاملينها بها الطاوله حلوه برشا وكراسيهم مدخمين مالك الطاوله اللي باش تطيح هذيك الطاوله باش تطيح والله الطاوله الشاده بقدره ربي هذيك اللي يقول سامي باش تطيح وما تطيحش اخذته شريوها خاطر سامي لو قمرها. انا ديما فاعل خير في الميسيون هذه وصلتوا في الفقره هذه فقره موبل دوغاز نتوجه بتحيه سعد الكريم دوغاز وتحيه ومدام دوغاز زاد نتوجه لها تحيه ويام مدام ايمان هكا ايمان دوغاز خانتنيش الذاكره وديما نقول نفس الكلام اللي كبتها سامي الجمعه هذه ان شاء الله يا ربي ما نقعدش نمشيو نمشيو اشريوها باذن الله ديما كيك منورين ديما بالافريات المزيانه السمسوم يعطيك صحه على فار اللي ما تقدمه لنا اللي قبل ما تروح سامي انت كان عجب مش تحضر بحذانا في الريفيون الكل دونك شنو تمنياتك في العام الجديد وشنو الحاجات زاد الباهيه اللي خرجت بها من عام 2023 ابار راديو كابا في ام تي بي صاحبني انا من بكري تصاحبك يا حما قربت له سنه في الراديو نعرفه من قبل ما كنتش نعرفه هكا هكا يعني باهي كيفاش هكا هكا يعني باهي وضح كلامك اخي من بعد البعيد وكا وضح كلامك اخي مش من بعد البعيد مش لكن وضح كلامي كيفاش كنت نعرفك من بعد البعيد لا 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 علينا لا علينا خليك 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 ربي تو مريقل وفرحان شو 2023 تعدى لي بلوز مو باهي الحمد لله باللي صار فيه الكل الحمد لله ديما خرجنا بحاجة باهية. إن شاء الله 2024 تعدى باهية على الناس الكل خير من اللي تعدى وإن شاء الله ديما القدام الناس الكل. نعطيك سؤال مزيان. خلي يكمل خلي يكمل دعوات. غدا باش نعدي أنا رأس العام هو غير ما نحتفلوش بها باش نعديه مع أمي وبابا وحدنا يعني باش نعمل عشاء ونرش ونتفرج في حلقة الأسبوع. شنو هي عشاء المنيو غدا؟ انتي عادة طيبة غدا باش نطيب لهم مقرونة في الماء اوه باش تبعوا ستوريات تبعوا ستوريات عملت ستوري فيها مقرونة بالقرنيط هذيك هي كيك هبلتني عليها حذامي جاتني تسال فيها قالت لي يا اخي انت تاكل القرنيط اي كنت على قلبي هذيك القرنيط قالت لي يا خاطر سامي مطيب القرنيط ايش دخلني خاطر سامي نشوف فيك ولا ضمن على روحي وقتاش عاد لنا مقرونة بالقرنيط انا غدا باش نطيبها للدار ان شاء الله وقت اللي نتقابلوا بعد راس العام تنتلموا ان شاء الله ان شاء الله ديما نقول لك هيك ديما نقول لك هيك ديما نقول لك هيك سؤال هذايا تنجم تقول مستمع ولا المشاهدين ولا اللي فان متاع سامي مروب هل انه فما فيديوهات ولا فما سامي مروب في 2024 هذايا مشروع بيجا لا لا والله انا توا كاتب باش عندك كاتب فيلم المراوب كاتب فيلم محلاه مزيان في قصه حلوه شكون الشخصيات اللي فيه ان شاء الله مش حذامي والله لا في سامي مراوب اللي هو البيرسوناج برينسيبال بالطبيعه لحلوحة الصغرون وكان معايا ابو غير سافر معناها وقت اللي كاتبه كانت معايا ابو في كشخصيه برينسيبال زاد باش يجي ابو في جنب ما يجيبش يصور معايا خاطر الله غالب الوقت عندكم في دور تاع كمون وملحك عن كمون انت لا تتمثل باش ما تسمعني باش باش لا لا تعمل كابتن موسيقى في الفيلم وخصنا في كابتن موسيقى في الفيلم عليه كان عندكم دور تاع كمون عيط لي ولا لا والله عندي ادوار باش مع المرو حاجه ياسر ماستا احنا ما فهمناش مالولا مره ثانيه بخياطه باقي ماستا حتى كي فهمتها باقي ماستا قلت لي ما فهمتها ان شاء الله كل عام تحب تسمع تسمع فينا الكل وين ما كنت تحيه مره اخرى نور الدين اللي في مجريين يا سي نور الدين ان شاء الله عامك مبروك وان شاء الله التاكسي اللي يوصل احلام زاد ان شاء الله عامك مبروك يا سيدي خاطر يحبني زاد نحب نقابلوا ذي نور الدين بالحق والله تحس حلالك الكلام سامح في البرد تستنى لازم بسم الله تحفون برشا اسمع فيكم اللي عاجبني انه في تونس اسمع في كابا فام هذيك حاجه باهيه دونك تحيه الامول الاحلام الالفه البرا تسمع فينا العلولو ليكيب الكل اللي حاضر واللي مش حاضر اميمه زاد اللي كانت معانا ومعاش معانا لا لا معانا 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 اميمه معانا مش خارج جي معانا اي لا مش نظرا شويه اميمه الاسبوع هذا هي قالت لي قالت لي الاسبوع هذا بروجرامي باش نجي ولكن فيو اللي راس عام راني مروح البنزرت مع عائلتي راني مروح تحيه للناس الكل اللي حاضرين واللي مش حاضرين ميساج باش ما نقولوش اميمه ما عادش معاهم لا اميمه راهي موجوده وضحكتها ديما موجوده تحيه لروحي وخلينا نمشي على روحي يا ربي يفضلك يا خويا بسلام احنا مازلنا باش نربحوكم كان حسام يروح تقولوا كيفاه؟ شقال؟ قال لنا شن نروح بسلام انا مازلت مواصله والفريق علي يحب يروح زاد يحب يروح يروح على روحه احلام تاخذ بزمام الامور مازال تليفون شويه اخر سامحك ريدان باش تربحكم بوندا شيء اخر في
بني خيار استناو بعد شويه سماح كريزان مش هذاك يعني مش البوتيك هذاك يعني يعني مش لبسوا لوناتات مش لبسوا لوناتات انا حي الاحوال قلقتوا من اللونات نتاعكم والا تحبوا مثلا انت ما تلبس محمد خليكش تحكي على امل خرجنا موسيقى يلا